لا يخفى على أحد أن القطاع الطبي في غزة من أكثر القطاعات التي تضررت بشدة من القصف الإسرائيلي الغاشم ومن الاستهداف المتعمد للمستشفيات الكبرى في قطاع غزة، وهو ما دفع بعض الأطباء إلى فتح عيادات ونقط صحية داخل مخيمات النزوح، وذلك لمعالجة المصابين والجرحى من النساء والرجال والأطفال. ومن هؤلاء الأطباء كانت قصة الطبيب الفلسطيني رجا عكاشة الذي قرر أن يفتح نقطة طبية داخل مخيمات النازحين لعلاج الأطفال. لنشاهد هذا المقطع. القصة لم تنتهي عند هذا، بل وصل الطبيب رجا إلى مصر، ولكنه أبى أن يترك أبناء شعبه المصابين، حيث قرر أن يبحث عن المصابين القادمين من فلسطين إلى مصر لتلقي العلاج، ليكون بجانبهم يقدم لهم يد العون بكافة الطرق الممكنة. لنتابع. وجمع مصر وكان بكمل الرسالة قدام شوف الأطفال نطمن عليهم. طيب هذا هم في طريق القصف. القصف وصلوا زمان ولا ايش؟ طيب وش صار بعد هيك؟ أبو استشهد أبوه الله يرحمه، عبد الله أجركم. طيب مين كمان؟ صابر. ربنا يصبر، ربنا يصبر. في بنجيش احنا إن شاء الله معي ربنا هيك اصطفاه واختار إنه يكون شهيد. ربنا يصبرك إن شاء الله. تعال تعال. ولد أيوه حبيبي ابعد ابعد ابعد. يلا بدي اقدم لك شيء نقدر نخفف الاطفال نقدر نقف جانبكم لانه عن جد مروا فيه انا حاسس فيه حس ناوي ايش ناوي انا زيكم انا منكم انتم مني يعني من غزه جاي فاهم علي؟ طبعا اقل شيء ممكن نقدر نقول متابعين صفحه الناس اللي بتحب اطفال غزه عن جد بدها تقف معهم اقل شيء انا خفف عنهم تفضل تفضل بيت اهلي وصار اليهود قصفوا البيت بصريخ زلمه وانتم بخان يونس ولا ما؟ بخان يونس فاضطرينا نروح على مدرسة الإيواء المفترض هي مدارس الإيواء والأنور منها آمنة تمام ففاجأنا اليهود